الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. ثم أما بعد، نقاط ثلاث سيحملها هذا الدرس الثالث من دروس الوحدة الأولى من مقرر المذاهب الفكرية المعاصرة، حيث إننا في هذا الدرس سنقف على نقاط أساسية من خلالها نعرف كيف نشأت. كما علمنا النشأة فلنعلم أسباب النشأة ولنعلم أسباب الانتقال للعالم الإسلامي. أما عن النقطة الأولى أسباب انتقال المذاهب الفكرية إلى العالم الإسلامي، والنقطة الثانية هي وسائل انتقالها إلى عالمنا الإسلامي، والأخيرة عن آثارها ونتائجها التي أحدثتها على الفكرية الإسلامية من جراء انتقالها إليها. النقطة الأولى المتعلقة بأسباب انتقال المذاهب الفكرية إلى العالم الإسلامي، فإن الأسباب كانت متجهة إلى اتجاهين، أو كان نبعها نبعان أساسيان. الأول هو الأسباب الداخلية التي ساعدت تماما على انتقال المذاهب الفكرية إلى العالم الإسلامي، وهذه الأسباب الداخلية عديدة، من أهمها هجر شريحة كبيرة من المسلمين على اختلاف طبقاتهم لدينهم، حيث إن المسلمين قد تركوا كثيرا، أو بعض المسلمين قد تركوا كثيرا من تعاليم الإسلام، وخاصة الخواء الفكري والقلبي والروحي الذي لمس شغاف قلوب المسلمين نتيجة هجرهم لكتاب الله. قال تبارك وتعالى وهو يحكي عن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يرفع أكف الضراعة إلى الله، يا رب لقد هجر المسلمون كتابك، وبالتالي في العصر الحديث الذي انتقلت فيه المذاهب الفكرية كانت من أهم أسبابها هجر المسلمين لكتاب الله. لقد أوصى النبي بالكتاب في عصره، وأوصى إلى قيام الساعة أن يستمسك المسلمون بكتاب ربهم، واليوم الذي يتخلى فيه المسلمون عن كتاب الله عندئذ تنتهكهم الأمراض الفكرية والروحية إلى غير ذلك. من أهم الأسباب الداخلية كذلك إهمال فريضة التعلم. نعم، إن العلم هو سر تقدم الأمم، كان انتشار الجهل، ولقد أمرنا الله تعالى بالتعلم في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله أمرنا بالاستغفار وأمرنا بالتعلم، كما أن أول آية نزلت على رسول الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي والدة من الله الواحد الأحد الذي أعلن في سماواته أن عنوان الإسلام هو العلم والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أشار في هذه الآيات إلى أن العلم سر تقدم الأمة، وهو عنوان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم الذي تخلى فيه المسلمون عن فريضة التعلم انتكسوا، وأصبحت الأمة في ذيل الأمم نتيجة ابتعادها عن الوعي والتثقيف. كذلك من أهم أسباب انتقال المذاهب الفكرية إلى عالمنا الإسلامي، أعني الأسباب الداخلية، كذلك قصور الفهم لحقيقة الإسلام. كم هو سر دفين لانهيار الأمة أن يسكن الجهل ويعشش الجهل عقول الأمة بعد أن كانت عقولهم واعية وكانت حديقة غناء بها من الأفكار ما بها. فالقصور الحقيقي للفهم لحقيقة الإسلام
كفهم البعض له على أنه مجرد عبادات أو يربطونه فقط بالعادات. هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى تقهقر الأمة. كذلك من أسباب انتقال المذاهب داخليا وجود بعض الطوائف غير المسلمة في بيئات المسلمين. نعم، إن الأفكار الوافدة إلى بيئة الأمة دائما وسريعا ما تعمل عملها في الذهنية الإسلامية. ومن هنا طبيعة البشر كما يقول ابن خلدون في المقدمة، الإنسان مدني بطبعه، والإنسان دوما يعيش مع بني جنسه، فيتفاعل معهم، يأخذ منهم ويدع، وينتقل أفكار الآخر إليك وتنتقل أفكارك إليه. وهكذا كان ذلك سبب من أسباب انتقال المذاهب الفكرية داخليا. من أهم الأسباب كذلك التخلف الحضاري والمدني والعمراني الذي أصاب الأمة فدفعها إلى الاستجداء من أعدائها. لقد كانت الأمة في سالف عهدها أمة مبدعة، أمة قوية تستطيع أن تصنع الحضارات وتبني الأمم وتقيم العلاقات القوية وتؤكد على أنها أمة ناهضة بما حباها الله من دين وبما أورثها الله عز وجل من تعاليم السماء التي تؤدي إلى قوتها وإلى انتشائها. لكن اليوم الذي تتخلف فيه الأمة حضاريا، عندئذ فيحدث ما نشاهد في عصرنا الراهن. من بين الأسباب أيضا الافتنان بثقافة الآخر. إن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، وهذا الواقع ما جسدته عقلية المسلمين حينما التقت بالعقلية الأخرى الغربية، فافتتن المسلمون بالثقافة الغربية ماديا وفكريا، ولذلك استطاعت الأفكار الغربية أن تغرس من أبناء المسلمين ما يحقق لها أهدافها. فرأينا بعض أبناء عالمنا الإسلامي في كثير من الأصقاع والبلاد يؤمنون بفكر الغرب ويدعون إليه ويؤسسون له، فكانت الأفكار التغريبية المدمرة وقد نشأت بعقليات أبناء المسلمين. تلك كانت الأسباب الداخلية، فهل هناك أسباب أخرى؟ نعم. أما عن أسباب انتقال الأسباب المذاهب الفكرية إلى العالم الإسلامي، كذلك من الأسباب الداخلية ومن الأسباب الخارجية الغزو العسكري الصليبي لاحتلال الأقطار المسلمة. نعم، الغزو. قلنا سلفا ونكرر كثيرا إن الغرب استطاع أن يغزو الأمة عسكريا، فلما لم تتح له الفرص في اقتناص الأمة والسيطرة عليها على مر الزمن، استطاع أن يغير جلده كما تغير الأفاعي جلدها. لماذا؟ ليهيمن على الأمة ويسيطر. ووجد أن من أهم وأخطر تلك الوسائل الغزو الثقافي. ومن الغزو الثقافي الذي أدى إلى نشأة أفكار الغرب في عالمنا الإسلامي، فكأننا نعيش في عالم غربي ويتزيى بزي عربي إسلامي. الغزو الفكري الذي مارسه الغرب الأمريكي لأمة الإسلام. نعم، الغرب استطاع أن يحشد جموعه ويهيمن ويؤكد على سيطرته على عالمنا الإسلامي فكريا كما نقول. من هنا كانت المذاهب الفكرية. أيضا من أهم الأسباب الخارجية الإرساليات التنصيرية التي جيشتها الكنيسة الغربية ودعمها الغرب الأمريكي، كذلك البعثات التعليمية الوافدة من بلاد الغرب إلى العالم الإسلامي، وكذلك البعثات الدبلوماسية الغربية المتواجدة في بلاد المسلمين. إن الصراع الفكري بدأ من تلك العلاقات، إرسالات، وأبناء المسلمين يرسلون أبنائهم إلى أوروبا أيضا ليتعلموا، فيعودون وقد ثقفوا بثقافة الغرب وآمنوا بأفكاره، فينقلون أفكار الغرب إلى عالمنا الإسلامي. كما أن تلك البعثات الدبلوماسية الغربية في عالمنا الإسلامي تنقل أفكار الإسلام إلى أوروبا، وينقلون أفكار أوروبا إلى عالمنا الإسلامي. كل ذلك أدى إلى انتقال المذاهب الفكرية إلى عالمنا الإسلامي. هل لهذه الأفكار من آثار على عالمنا الإسلامي؟ نعم، إن لهذه الآثار، إن لهذه المذاهب الفكرية بعد أن انتقلت إلى عالمنا الإسلامي آثار. لكننا وقبل بيان تلك الآثار
نقف على الوسائل التي انتقلت بها المذاهب إلى عالمنا الإسلامي. إن من أخطر تلك الوسائل التي استعملها الغرب لانتقال عالمه، لانتقال فكره، بل إن شئت فقل سمومه، إلى انتقال سمومه إلى عالمنا الإسلامي، التعليم والإعلام بوسائله، وما أخطرها من وسيلة. أيضا الاحتلال الأجنبي لعالمنا الإسلامي، وخاصة تحديدا بعد أن سقطت الدولة العثمانية وأصبحت موائد أو أصبح المسلمون على مائدة تقسيم الاستعمار الغربي أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. كذلك التأليف والنشر الذي قام به المستشرقون فبثوا فيها سمومهم وأفكارهم. كذلك الجمعيات المتسترة تحت شعارات المعونة والإغاثة، كلمات جميلة براقة تشتاقها النفس، لكنها تحمل في باطنها الأسى والسموم المدمرة لعالمنا الإسلامي فكريا. كذلك أيها الشباب، من أهم أسباب من أهم وسائل انتقال المذاهب الفكرية إلى العالم الإسلامي الأحزاب الدينية، أو لا إن شئت فقل الأحزاب اللادينية. هي صحيح لا دينية، لكنها تتزيى بزي الدين، وهذا هو وجه الخطر ومكمن الخطر من الشبكة العنكبوتية كذلك بكل صورها وأشكالها. ولعل ما نشاهده من ضياعنا ومن ضياع أبنائنا وتفكيك الأمة وتفكك الأسر، كل ذلك من وراء هذه الشبكة العنكبوتية بكل صورها وأشكالها. من الأسباب التي من الوسائل التي نقلت بها المذاهب الفكرية للعالم الإسلامي كذلك مقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة تحت شعارات حقوق الإنسان، رعاية الأقليات، حقوق المرأة، المساواة، العدالة الاجتماعية، إلى غير ذلك من الكلمات الجميلة التي في ظاهرها الجمال لكنها تحوي في باطنها الدمار والخراب لأمة الإسلام. ومن هنا انتقلت تلك المذاهب إلى عالمنا الإسلامي. وهذه النقطة الأخيرة من نقاط هذا الدرس، آثار المذاهب الفكرية على العالم الإسلامي. نعم، لقد خلفت المذاهب الفكرية على عالمنا الإسلامي أفكارا مدمرة، خلقت كثيرا من الأخطار. من هذه الآثار المدمرة انحراف أفهام الكثيرين من المسلمين عن دينهم. نعم، يحدث ذلك بين الفينة والفينة بين شبابنا وبعض من يدعون المذهبية أو التمذهب، تمزيق وحدة الأمة المسلمة وتحزبها. نعم، كل ذلك أدى التحزب، لو أن التحزب مدعاه إلى النهوض الفكري فمرحبا به وأهلا، لكن أن يتحزب الجميع ويختلف الجميع تحت مظلة انتصار الرأي والغلبة للفكرة على ما سواها وفقط، دون أن يهدف الجميع إلى الرقي الفكري والحضاري، فهذا هو ما يقصده الغرب ولا نؤمن به في عالمنا الإسلامي. نعم، من بين تلك الآثار كذلك الانحلال الخلقي. يا الله، أن ترى الشباب وأن ترى الأسر وأن ترى الشباب والفتيات وأن ترى العالم الإسلامي كله يحتاج إلى وعي، وإلى أن ندرب أبناءنا وأن نغرس فيهم تلك الأفكار التي تؤدي إلى محاربة الأفكار الهدامة والصمود أمامها. كذلك من بين آثار المذاهب الفكرية انهيار أخلاق الأسرة المسلمة. نعم، وكذلك إصابة بعض أبناء الأمة بسموم فكر كهنوتية الدين، ذلك أنهم يريدون أن يحصروا الدين في الكهنوتية أو يحصروا الدين في النصوص وفقط، دون أن يكون له أمر واقعي على بيئة الأمة. من بين تلك الآثار تطبيق القوانين الوضعية بديلا عن أحكام الشريعة الإسلامية، ويا لها من آثار خطيرة، ويا لها من آثار تضرب التوحيد وتضرب العقيدة في مقتل، ولكن أنى لها ذلك والله تبارك وتعالى ناصر دينه. نعم، من بين تلك الآثار إسقاط الخلافة الإسلامية وتمزيق وحدة الأمة وتكريس قاعدة أو فكر القومية الذي يعمل على تمزيق الأمة وضرب وحدتها الذي أتى بها الوحي السماوي. ومن هنا نستطيع أن نقول نشأت المذاهب وكانت لها سماتها وكانت لها أسباب نشأتها وانتقالها. وأخيرا وقفنا بك عزيزي الطالب على آثارها المدمرة على العالم الإسلامي، ألا فاحذرها وتسلح بالوقوف أمامها نصرة لدينك.